نكلمه على التليفون؟ معانا على التليفون فعلا؟ معانا؟ الو استاذ لطفي انت معانا على التليفون؟ ايوه. ازاي حضرتك يا استاذ الحلاوه دي؟ ازاي حضرتك يا استاذ لطفي؟ انت عامل ايه يا حبيبي؟ وحشني قد الدنيا والنعمه. انا ما اعتزلتش يا يوسف. امال ايه الكلام ده؟ انت جميل والله. ده انا فرحان بخبر انا ما اعتزلتش يا يوسف. بص قول. انا ما اعتزلتش الحمد لله، انما الحكايه ان انا كنت بشتغل 20 ساعه في اليوم. ايوه. وبعد كده تقلصت ال 20 ساعه دي نتيجه امراض، مرض انتابني جات لي جلطه، الى جانب انما انا ما اقدرش اعتزل. حد يعتزل الحب؟ لا يعني انا بحب الناس والناس بتحبني قوي الحمد لله. الناس بتحبك قوي. حد يعتزل ده؟ لا استحاله. انما لا استطيع العمل الا على بقدر طاقتي.